خدمات الحياة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فهم، موعد جديد من برنامج خدمات الحياة. معكم سهام حمدي في الميكرو، أمنا بخيت في الإخراج التقني للحصة، تحضر معايا في الأستوديو مدام زهرة البوزيدي رئيسة المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS في ولاية القيروان. مدام زهرة أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا، يعيشك مدام زهرة. اليوم باش نحكيو على نظام التغطية الاجتماعية بالنسبة للمتربصين. خلينا ناخذ فكرة على النظام هذا، شكون هم المتربصين المعنيين؟ برشا عباد يقول لك المتربص يا اخي هو عنده تغطيه اجتماعيه، يمكن معلومه تغيب على الكثير من الناس. خلينا ساعه احكينا باكثر تفاصيل وعرفنا النظام هذا. كنا حكينا نذكر شويه في حلقه سابقه على نظام التغطيه الاجتماعيه للطلبه. كنت تذكر حكينا على القانون عدد 17 عام 1965 اللي هو الاطار القانوني لنظام التغطيه الاجتماعيه للطلبه. هنا جبت القانون هذايا باش هنا نحكي انه راهو القانون هذا او التغطيه الاجتماعيه لنظام الطلبه تم سحبها على المتربصين، هذايا الفئه نتاع المتربصين ليتمتعوا بالتغطيه الاجتماعيه في اطار انظمه الضمان الاجتماعي اللي حكينا عليها سابقا. دونك شكون هم المتربصين هذوما اللي ينتفعوا بالتغطيه الاجتماعيه هذه؟ عندنا زوز فئات. عن الفئة الأولى هم المتربصون اللي داخلين في برامج أو عقود تربص تابعة لبرامج التشغيل في نطاق الخدمات اللي قدمها الصندوق الوطني للتشغيل. هي الناس الكل تعرفها، مش نعطي أمثلة أهم أمثلة. CVP الناس الكل تعرفوا CVP اللي هي عقود تربص الإعداد للحياة المهنية. هذه هي عديد العقود وعديد الأنواع اللي هي تنضوي تحت صندوق الوطني للتشغيل أو أحدثت في نطاق تدخل الصندوق الوطني للتشغيل في برامج التشغيل هذه. دونك عندنا عقود تربص الإعداد للحياة المهنية، عقود الإدماج المهني، عقود الخدمة المدنية، هذوما الكل عقود لهنا اللي باش يبرم عقد مع مؤسسة معينة. دونك لهنا باش يدخل في فترة تربص إعداد للحياة المهنية، باش من بعد ليكمل العقد هذايا يقوم إن شاء الله بالمشروع متاعه ويولي لهنا عنده مشروع خاص يتسمى البعث الجديد وبرشا اللي نحكيوا عليهم من بعد إن شاء الله. به يظهر لي حسب ما نعرف مدام زهرة النظام هذايا مدته عامين، كهو مثلا CVP كي نحكيوا عامين ولا يتواصل من بعد كيفاش يعني؟ هاو باش ندخلوا في الديتاي هذوكم. هذوما احنا تاخذين الفئه من المتربصين اللي حكينا عليهم في اطار عقود التشغيل هذه، عقود اللي تابع صندوق الوطني للتشغيل. ثم نوع ثاني من المتربصين اللي هما لهنا التحقوا بمراكز القطاعيه للتكوين المهني، دونك قراو في التكوين المهني، ناس كل تعرف التكوين المهني. دونك هذوما زاده يتسموا وراهم متربصين، راهو لهنا التكوين المهني كسو سوا مؤسسة تكوين مهني عمومية أو خاصة. دونك هذوما زادة يتسموا متربصين وقت لي يحضروا أو يلتحقوا بمؤسسة لقضاء فترة معينة. بالنسبة لفترة التربص لهنا راهي هذه ديما شكون كونترا يعملوا بين المؤسسة وبين الصندوق الوطني للتشغيل، لهنا راهي تنجم تدوم عام قابل للتجديد، كما تنجم تدوم عام ونص، كما تنجم تدوم عامين. واضح. دونك الماكس نتاعها باش انت تعمل كونترا CVP او خدمه مدنيه تطوعي، فما زاد عقود التدريب، هذوما الكل يدوموا مده معينه قابله للتجديد. دونك هذه يعطيها الصندوق الوطني للتشغيل، ولكن اقصى مده هي عامين اقصى مده نورمالمون في CVP. بالنسبه للانخراطات، كنجمو انا نقولوا انخراطات ولا تسجيل في هذا النظام؟ تسجيل عندك المتربصين والطلبه ديما نحكيوا على تسجيل مش انخراطات. دونك نفسه هو بما انه لهنا ذكرنا انه يسحبوا نظام الطلبه على نظام المتربصين، نفسه هو المعلوم الجزافي اللي حكينا عليه قبل، هو المعلوم 5 دنانير حدد ب5 دنانير لفائده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حسابه البريدي الجاري اللي هو 7332. هذيك هي ويقوم بها مثل المشغل هوني، معناها مثل مثلا في التكوين المهني، كيبدا في التكوين المهني المؤسسه اللي هي احنا يتكون. بالنسبه لنا الاستاجير المتربص راهو حتى في الطلبه راهو على كاهل، مش على كاهل المؤسسه، هو على كاهل الطالب، راهو هو اللي يدفع ال5 دنانير في شكل ايوه، لكن اللي يقوم بالاجراء هو يسجل فيه المعلومه ذاك، واللي يلم ذاك المعلوم هي المؤسسه هذيك الجامعي. لهنا
استاجير وقت اللي يحب يسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إمكانية التسجيل في الصندوق الوطني لازم إصدار حوالة بريدية بخمسة دنانير. هو يمشي للبريد ويصدر يعمل شهادة في حوالة بريدية بخمسة دنانير في الحساب الجاري اللي حكينا عليه 63 باهي. قيمة الاشتراكات مدام زهرة بالنسبة للمتربصين كيفاش؟ حددت ب5000 اللي نحكيو عليها تو، اللي هي إصدار حوالة بريدية جزافية. كل وين يستحق باش يسجل راهو يسجل مرة في السنة زيدا بطبيعة، هو حسب السنة التكوينية اللي هو فيها. به بالنسبة للوثائق المطلوبة، الوثائق هو مطلب التسجيل إلى جانب الوثائق العادية مع مطلب التسجيل، نسخة بطاقة التعريف الوطنية اللي نعرفها الكل بلس نسخة مطابقة الأصل، يا أما إذا كان هو عامل عقد تربص أوبري للصندوق الوطني للتشغيل اللي هو السي في بي وعقد الخدمة المدنية اللي حكينا عليهم، نسخة تبقى الأصل، أو نسخة تبقى الأصل من الشهادة اللي تعطيها له المؤسسة اللي هو راهو يقضي في تربص أوبري المؤسسة هذيك، بالنسبة اللي هما جايين من مؤسسات التكوين المهني اللي حكينا عليها. دونك هذيك هي الوثائق المطلوبة بلس الشهادة الإصدار حوالة البريدية اللي حكينا عليها متاع 5000 معلوم الاشتراك. واضح. به بالنسبة للمنافع مدام زهر، نفسها منافع متاع الطلبة، نفسهم متاع الطلبة ذكرنا بيهم. دونك المنافع التغطية الصحية كالعادة، التغطية الصحية ديما أوبري المؤسسات الصحية العمومية ومصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمتربص الأعزب ولا لأولي الحق اللي هما الزوجة القارين والأبناء إذا كان المتربص هذا يكون متزوج، وطيلة فترة التربص ينجم يتمتع بالنظام هذا. وتنسحب زيد على نفس النظام تاع الطلبة أنه هو ما يدخلش في الجرايد؟ لا ما يدخلش. بليس المنفعة الثانية كما حكينا قبل على الطلبة اللي هي المنحة العائلية ومنحة الزيادة على الأجر الوحيد اللي حكينا عليهم قبل، اللي هي زادة من المنافع المزدات. واضح. ويمكن الإشارة بلي في هذا الإطار نقطة مهمة في بالنسبة لعقود تربص أعداد الحياة المهنية وعقود الخدمة المدنية التطوعية، العقود الصادرة بصفة عامة على الصندوق الوطني للتشغيل، اللي راهو لهنا باش نتوجه للمؤسسات والمؤجرين كتشجيع، راهو موجود الإعفاء والامتياز اللي هو يقبل باش يقضي عنده المتربص هذايا عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل، وإلا زاد اللي جايين من المراكز القطاعية للتكوين المهني راهو فما إعفاءات وامتيازات يتمتع بها صاحب المؤسسة. ناخذ أمثلة مثال اللي هو المتربص اللي هو موضوع عقد تربص أعداد الحياة المهنية، إذا كان بعد انقضاء كل عقد عنده تاريخ بداية وتاريخ نهاية، بعد انقضاء العقد هذايا وتم انتداب استاجير هذايا من طرف المؤسسة بقى يخدم معهم انتدبوه، راهو لهنا يتمتع، راهو طيلة سنتين نحكي على عقد تربص أعداد الحياة المهنية، سنتين كاملين بامتياز تكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف. كانت تتذكر مساهمة الأعراف حكينا عليها قبل اللي هي 16.57% من الأجر الثلاثي اللي حكينا عليه المصرح به. أون بليس بالنسبة للخدمة المدنية، هذه عقد الخدمة المدنية راهو يتمتع بالامتياز هذا، امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف 3 سنوات بعد انقضاء العقد هذا، في صورة ما إذا تم انتداب هذايا في المؤسسة اللي عمل فيها التربص. دونك هذا مهم برشا، وراهو طيلة العقود هذه بداية فعالية العقود هذه وحتى نهايتها راهو المؤجر معفي تماما من المساهمة متاع الأعراف اللي هي 16.57%. يعني اللي يعدي عنده تربص في المؤسسة متاعه حتى من بعد العقد، طيلة فترة التربص ما في تماما من 16.57%، وبعد انتهاء العقد إذا تم انتداب الشخص هذاك راه يزيد يتمتع بالامتياز هذايا، امتياز تكفل الصندوق الوطني للتشغيل، معناه يحل محله الصندوق الوطني للتشغيل في دفع الكوت بار نتاع الكوت بار باترونال نتاع العرف هذا نتاع العرف. دونك فيه عديد الامتيازات، فقط حبينا باش نعطيو فكره للمؤسسات اللي راهو فما امتيازات يتمتعوا بها اذا انتدبوا اصحاب العقود هذه نتاع التربص. واضح. شكرا لك مدام زهره البوزيدي رئيسه المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سي ان اس اس في ولايه القيروان، يعطيك الصحه. كنكون وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج خدمات الحياه، نتقابلوا في الحلقه القادمه في لمن. خدمات الحياه.